صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. في ناس بتقطع مرور الكرام بهالحياة، وفي ناس بتحفر اسمها بالتاريخ، وفي تاريخ بقي أكيد بالكتب، ولكن في تاريخ بعده عايش. اليوم فخر كتير كبير لإلي ككاتبة وشاعرة، وأيضا لكل اللبنانيين ومحطة الأم تي في، أنه نستقبل بفقرة كتاب الشاعر والكاتب اللبناني الأصل، ولكن سمعته صارت وشهرته عالمية، صلاح ستيتي. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. أولا نحن كنا ناطرينك بمعرض الكتاب الفرانكوفوني، ولكن حظنا كان قليل، ولكن يمكن اليوم أنا فيه أقول أنه حظي أكبر لأقدر يعني أحكي معك مطولا عن كتبك وعن مسيرتك العظيمة اللي بعدك عم بتقدمنا سنويا منا كتب وكتب ومعرفة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. بدي أعرف المشاهدين عن حضرتك. بعرف أنه يعني في نسبة كبيرة من المشاهدين بيعرفوك، ولكن صلاح ستيتي من مواليد بيروت سنة 1929، شاعر وكاتب ودبلوماسي، وأيضا حائز على إجازتين بالأدب الفرنسي كثير أكثر من والحقوق، وهودي اللي قدرنا نلاقيهم، يعني الأكاديمي، الجائزة الكبرى للأكاديمي الفرنسية. نعم. للغة الفرنسية. نعم. وهي أكبر جائزة تمنحها. نعم. الأكاديمي الفرنسية، ثم الجائزة الأوروبية للشعر اللي بيمنحها الفستيفال الانترناسيونال ببلجيكا. نعم. بمدينة ليج. نعم. هو عم نحكي أكيد نحن عن الجوائز المهمة الأدبية اللي حضرتك حصلت عليهم. أنا كنت عم بحكي عن إجازتين بالأدب الفرنسي والحقوق أيضا من إيكول سوبيريور دي لات ببيروت، وسنة 1951 انتقلت إلى باريس بعد ما أنك أعطي لك منحة ودرست بالسربان ايضا، ولكن سنه 1955 رجعت على لبنان لانه حبك العظيم بضله لبنان وبيروت، وصرت استاذ جامعه بالقلبه. نعم. وبعدها بالايكول سوبيريور دي لاتر ببيروت وبالجامعه اللبنانيه ايضا. واسست ملحق الثقافي لصحيفة لوريان اللي صارت أصبحت اليوم لوريان لو جور، لوريان ليتيرير اي كولتوريل، حتى سنة 1961، وشغلت مناصب مهمة جدا من المستشار الثقافي للبنان بباريس، ومندوب اليونسكو، ورئيس لجنة الحكومية الدولية كمان أيضا باليونسكو. وسنة 1982 عينت سفير لبنان بهولندا لسنة 1984، وثم بالجزائر حتى سنة بالمغرب حتى سنة 1987، وعينت أمين عام وزارة الخارجية سنة 1987، وأيضا من بعدها لسنة 91، وبعدها مجددا سفير بهولندا أيضا. ومؤلفاتك يعني هائلة، عطائك دايم، ما رح اذا بدي ابدا ما رح خلص، ما بدي اخذ من وقتك، ولكن اخر كتبك هن رامبران اي لي امازون، سور لو كور دي سرافيل ودون لانغ، هودي اخر ثلاث كتب اصدرتهم الشهر الماضي ايضا. وكما انك شاركت باعمال جماعيه وترجمت كتب مهمه جدا منها لو بروفيت جبران لجبران خليل جبران، وانكتب عنك كثير وعن شعرك ايضا استاذ صيتي. خلينا نبدا. حضرتك موجود هون لندوي حول كتبك ومؤلفاتك بالجامعة اللبنانية، عن شو رح يكون يعني، ونحن قدرنا هيك نسرق منك هالمقابلة. يعني أولا لعطيت كرم الجامعة اللبنانية بمنحي دكتوراه فخري دكتوراه أونوريس كوزا مثل جامعات أخرى في العالم، إنما لأول مرة جامعة بلدي لبنان لعد كرمني به
وهذا شيء بأثر فيه كثير، لأنه أنا الحقيقة قليل اليوم مجيئي للبنان. صح. أولاً لأنه بصورة دائمة عندي مؤتمرات بالخارج، بعد ما أترك بيروت بدي أروح لبوسطن لجامعة بوسطن أعطي 3 محاضرات إن شاء الله تكون غائد ببوسطن إن شاء الله، وبدي أروح لهونشو لمؤتمر عالمي حول مستقبل الثقافي باتصال هذا المستقبل مع التطور، وبصورة خاصة ما يسمى اليوم بلغة الأمم المتحدة الديفلوبمون ديورابل. نعم، يعني المستدامة، يعني الطاقة المستدامة. فما عندي كتير وقت، لأني بالوقت ذاته عندي كتب مطلوبة مني. نعم. ومضطر لما يكون بباريس، أو بالأحرى أنا عايش بضيعة قريبة من باريس، عراوي قديم. نعم. القرن 17، بالقرن 17 عاش فيه شاعر فرنسي، وبقضي وقتي بالكتابة بمكتبتي المليئة ما بقول آمال، بالذكريات، ذكرياتي وذكريات البيت القديم. حلو كثير. على كل حال كتبك ما بقى، يعني في كثير منهم مش موجودين، بقى نافذين بالاسواق، وهذا كلنا بنتطلب انه يرجع ينعاد كمان طبعهم. في كثير كتب يعني، لانه كتبك يعني اليوم انا بس بدي سجل بهالتاريخ اني موجوده معك اليوم، لانه حضرتك من الناس اللي بعدهم على هال، والله يطول لك عمرك، ضلهم بعدهم بهالحياه وقيمتهم كثير 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 عاليه. حضرتك ولدت ببيروت سنه 1929، يعني على ايام اهالينا وحتى جدنا وستنا. طبعا. شو بتتذكر من هالبيروت الحلوه القديمه قبل كل هالحروب؟ وايضا شو الفرق اليوم بين بيروت صلاح ستيتية وبيروت 2013؟ ما في نسبة بين البيروت اللي عرفتها بطفولتي وببداية شبابي وبيروت اليوم، لأنه اللي الشيء اللي حطم بيروت الحرب التي تسمى بأهلية، وبالحقيقة هي حرب مكروهة لأنه ما لها أي علاقة بالأهل، بينما كلمة أهل بتقول المحبة، بتقول التقارب. الحرب الأهلية هي داخل المجتمع الواحد، يصبح الأخ العدو الذي يجب أن يقتل، تصبح الأم هي فريسة أيضا. نعم. للولد لابنها إلى ما هنالك. فبيروت كانت فريسة الشعب اللبناني الراقي، واللي كان يمكن على مستوى من الرقي أكبر بكتير. نعم. مما هو عليه اليوم، لأنه كان في ببيروت عند ذاك روحانيات وتطور ثقافي بالعائلات بالأشخاص. نعم. بالذاتيات غير موجود اليوم. يعني أنا من فترة كنت ببيروت، شفت رجل مسن مارق بالطريق وحامل كتاب، والكتاب باللغة الفرنسية. نعم. وقفته قلت له أنت بتقرأ بعد؟ نعم. قال إيه بقرأ. وباللغة الفرنسية؟ قلت له ليه باللغة الفرنسية؟ قال لأنه أنا موت زوجتي خلاني وحيد في العالم، أولادي بعاد عني. نعم. ولذلك ما عندي إلا رفيق إلا الكتاب. نعم.
حلو. وبعدين جمال بيروت كان اولا بطبعها المتوسطي، البنايات اللي عليها الارميد الاحمر. نعم. نعم. نخل مدينه كتير. بس مثل ضيعه جنينات. نعم. البيوت كان لها جنينات. نعم. انا لعبت. نعم. بجنينات في بيوتي اللي نقلت من بيت لبيت. نعم. في طفولتي ببيروت وكان بكل بيت جنيني. نعم. وما كان فيه الناطحات السحاب مثل هاي سحاب. نعم. اليوم وهال. نعم. الزركي. نعم. بالمباني. صح. اللي بتجعل من بيروت عبر نكتها المتوسطية بإحساسي أنا. نعم. بشعوري. نعم. مثل حبس. نعم. حبس صارت تشبه يعني كل المدن او بلس زياده انه شعبها يعني مادام ما يتقدم ويتطور من الناحيه الحضاريه والثقافيه. حضرتك عم بتقول انه صار في تدني. ان شاء الله. لا ان شاء الله كون على خطا يعني. نعم. انا ما بحب كون على خطا بس بهيك موضوع بتمنى انه. نعم. اكون. نعم. على خطا وانه يكون في كل شاء الله. بيت كتاب هيدا اللي عم نجرب نعمله. هذا اللي عم ولا وباكد لك انا انه في يمكن نسبه صغيره او نسبه بتستحي بعدها بس في ونحن هيدا هو اللي عم نجرب انه فينا نقول انه نطوره ونقويه ونضوي عليه هي الثقافه والكتاب والادب بلبنان. هذا اللي بلاحظه مثلا بالحديث بيني وبينك بالمحطة التلفزي الام تي في وبظن انه الحديث الثقافي هو يومي عندي. نعم. نعم. هذا شيء مهم كثير. نعم شكرا. وكمان بنعرف انه بالايكول سبيريور دو بيروت تعرفت وكنت صديق للشاعر الراحل جورج شحاده. ايه نعم. كيف كان هالانسان جورج شحاده؟ عم نستفيد من وجودك معنا لانك تعرفت عليه وكان صديق. أنا حبيت كتير جورج حادي، حبيته كإنسان وحبيته كشاعر. جورج حادي كان أكبر مني بخمسة وعشرين سنة ربع قرن، إنما كان بالوقت ذاته عنده روح الاكتشاف، روح الطفولة بعد عنده، وكان يحب حواليه الشعراء، وأنا كنت شاعر نابت، فكتير تعلمت منه طبعا دائما بالأدب على مستوى معين. الابن مع الأسف بيقتل أبوه. صح. إنما أنا ما قتلت جورج حادي، بعدني بحب شعره، ولكن شعري اللي كان بالأول متأثر من جورج حادي ما بقى عنده أي أثر. نعم. من جورج حادي لأنه الأشياء اللي مرت علي ما هي الأشياء. ما في شكل واحد بيتطور بعدين بيرجع بيلاقي كمان هويته بكتابته يعني وبينظم حاله بيصير عنده اسمه. جورج حادي كان ابن المجتمع المخملي. صح. بالأشرفية، كانت الأشرفية غير أشرفية اليوم، كانت أشرفية الأرستقراطية. ايه. فكان عنده شيء من المدنية الداخلية وبالوقت ذاته بالتعامل، وكان عنده شيء موجود بلبنان الحمد لله لحديت اليوم، إنما كانت نكته حلوة كتير. نعم. عنده روح المرح، نكته حلوة كتير. وكانوا بعد ما أنا ثبت حالي بالأدب بفرنسا كانوا أصحابنا ذاتهم يعني، كنا نجتمع كل أسبوع. نعم. مرة أو مرتين. نعم. بالكتاب ذاتهم. نعم. بالبيوت ذاتها. نعم. ونحكي أدب ونحكي فن. حلو. الأشياء اللي عشناها بلبنان بصورة صغيرة واللي عشناها بالعالم. نعم. بصورة عالمية. نعم. بعرف قديشك حضرتك مناضل للغة الفرنسية وأدي إيمانت باللغة الفرنسية، علما أنه والدك الله يرحمه كان استاذ، ومن عمرك أنت وصغير
درسك اللغة الفرنسية وحب إنك تتقنها، شو ليه شغفك لهاللغة الفرنسية علما إنك الشاعر اللبناني المسلم الوحيد بشرق الأوسط اللي بيكتب باللغة الفرنسية؟ أنا اليوم لو بدنا نحكي بالدين علما إنه ما له معنى بالحديث، إنما ما بقى في كتاب بأي بلد عربي بالمشرق يكتب اللغة الفرنسية. في البعض بيكتبوا إنجليزي، بالسودان مثلا طيب صالح كان يكتب الله يرحمه بعض رواياته باللغة بالعربي وبالإنجليزي، صح هو يكتب. وفي بمصر أيضا بعض الكتاب اللي بيكتبوا أوقات بالإنجليزي، إنما الكتابة إجمالا صارت باللغة العربية. فأنا بدك تقولي من مثل عمود بعلبك، صفيت العمود المنحني. لا ما في ما بسمح ببعلبك، ما في منحني، وحضرتك الله يطولك عمرك مستقيم ومستقيم واسم الله. يعني على كل يعني يمكن إن شاء الله ما يكون آخر كاتب بهالبلد المتعدد الثقافات وهو بلد عربي، إنما منفتح على المتوسط، يعني على سوق الثقافات المتوسطية، وهي من أكبر ثقافات العالم. إن شاء الله ما يكون آخر كاتب مسلم يكتب اللغة الفرنسية. نتمنى. ليه حبيت اللغة الفرنسية؟ نعم. وليش والدي اللي ذكرتيه واللي كان علامي باللغة العربية حب أنه يوجهني للغة الفرنسية؟ والدي تعلم اللغة التركية. وليش؟ لأنه كان وقتها لبنان تحت السيطرة التركية مثل سوريا مثل كل المشرق. فلمن صفى شاب وبلش يسعى لكي يستفيد من لغته التركية، نعم. الأتراك انغلبوا بحرب الـ14-18 وتركوا لبنان واجوا الفرنسيين. مزبوط. هلأ رح نتابع من هون هيدا الجواب، بس من بعد بس هالوقفة مع الأخبار ومنرجع. مشاهدينا الكرام، منتابع مقابلتنا المميزة مع الشاعر والكاتب الكبير صلاح ستيتي. كنت عم بحكيك انه نضلت كثير للغه الفرنسيه. ايه مثل ما قلت لك، والدي تعلم التركي ليدخل بالاداره التركيه للبلد. لبنان ظهر من الخرج التركي، الفرنسيين اجوا، واول جنرال فرنسي نزل على الارض اللبنانيه ليستلمها باطار الانتداب الفرنسي على لبنان كان الجنرال جورو. قال كلمة تاريخية أو ظننها تاريخية: نحن هنا لألف سنة. فوالدي شاب عمره 20 سنة قال لك الفرنسوية جماعة جديين، إن الجنرال المذهب عمال يقول ألف سنة عم ضل ألف سنة، لمن يصير عندي ولد بدي يتعلم اللغة الفرنسية. جيت بعد 8-9 سنين ودغري لما صرت بسن المدرسة دخلني على الكوليج بروتستان، ومن الكوليج بروتستان على اليسوعية. حبيت اللغة الفرنسية مثل ما بحب الشاب صبية غرام. قصة الكتابة قصة غرام، ما في شك قصة غرام. وبعدين عشت بفرنسا لأسباب مرتبطة بدراساتي ثم بمهنتي، نعم. وصفيت كاتب فرنسي. فأنا كاتب فرنسي لأنه والدي تعلم التركي، شيء غريب. هذا شيء رائع أيضا. وبعرف أنه يعني عطول بكتبك وخاصة اللي بمواضيع تختص بالشرق، عطول في فن الكتاب الكاليغرافي العربية، رح نقدر نشوف أيضا ليه حبيت تدخل الكاليغرافي العربية، يعني الفن الخط العربي بكتبك اللي باللغة الفرنسية. أنا بظن أنه الخط العربي
خط كبير مثل الخط الصيني أو الياباني، نعم. يعني من الخطوط المميزة، نعم. بفن التعبير، نعم. عم نشوفه لما يكون عندي كتب مرتبطة مثلا بمخيلة الأرض والبحر في الإسلام أو السحاب في الإسلام، كنت أقول للناشر ليش ما نطلب من أن يأتي خطاط من هالخطاطين الموجودين بفرنسا وأن يمشي معنا مشي فنية، نعم. تساعد النص الفرنسي وهيك كان، نعم. وبظن أنه صارت العادة وأنا اللي رواجت هالعادة بفرنسا بأنه كثير من الكتب، نعم، صح، اللي بتتطرق بالهذا أنا عشان. عندي علاقة مميزة مع الفن، نعم. مع الفن التشكيلي مع الفنانين ومع الرسم. اليوم بدي أقول لك أنه كتير أنت حضرتك اقترن اسمك باسم أكبر رسامين بالقرن العشرين والواحد وعشرين، ومنهم صلاح سيتية إلي بانتر موزي بول فاليري، ايه؟ اللي موجود كل بسات بمدينة بول فاليري بالذات، وهو كاتب، نعم. مثل ما ليه الشغف لهالرسم وحضرتك ولا مرة جربت ترسم؟ قلت لي برات الهواء. عندي خي بيرسم وعن طريقه، يعني عندي كنت ببيروت اتصال دائم مع الفن، إنما أنا عندي مثل إحساس بأهمية الفن في التعبير، وأول ما عملته لما رحت لفرنسا بعدني نازل من ما في طيارات كان من التران، رحت على اللوفر وتارك شنطتي تقريبا بالشارع، يعني ماشي شغف للفن والرسامين، ايه؟ فكتير بعد ذلك لما اشتهرت ككاتب كتير من الفنانين اجوا طلبوا مني نصوص لحتى يشاركوني بكتبك كلها، وكمان عدد من دور النشر المختصة بكتاب الفن أنا طلبت مني المشاركة. نعم، أنا بس لأنه عنا تسليم، نعم. هوا بعرف أنه حضرتك عم تشتغل على ميموار عن مذكراتك السياسية والأدبية، رحنا رح ننطر هذا المشروع، الكتاب الرائع اللي عم رح تكتبه عن ذكرياتك السياسية المهمة طبعا، وأيضا الأدبية المهمة جدا سوا، يعني سوا. أنا حياتي على كل، نعم. على كل حال أكيد لو فينا عنا ساعات ما منزهق من الحديث معك، إن شاء الله نرجع نستضيفك قريبا. أستاذ صلاح سيتية نتشكر حضورك وميرسي لوجودك معنا. ممنونك جدا. ميرسي لك. مشاهدينا الكرام، أنا بودعكم، بشوفكم نهار خميس، وهلأ بنبقى مع الأخبار.